السلام عليكم. إعلام عبري: رؤساء الأجهزة الأمنية أوصوا نتنياهو بإنهاء العملية العسكرية في غزة فورا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس أركان جيش الاحتلال ورئيس جهاز الأمن العام قال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه من الصواب السعي لإنهاء العملية في غزة. وقالت القناة إن رؤساء الأجهزة الأمنية تحدثوا في نقاشهم مع نتنياهو حول الإنجازات التي حققها الاحتلال الإسرائيلي في العملية، وكذلك المحاولات الإسرائيلية لإبعاد حماس عن الصورة، وبالتالي فمن الصواب في هذه المرحلة السعي إلى وضع حد لها. وقال مصدر حضر الاجتماع إن رئيس الشبايك اتخذ موقفا أكثر حسما في هذه القضية. وأشارت القناة إلى أن جيش الاحتلال واصل الليلة الماضية قصف الأهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، حيث تركزت الجهود ضد إطلاق الصواريخ وضد مراكز السيطرة والقيادة التنظيمية، مبينة أنه خلال العملية وحث الصباح تم إطلاق 866 صاروخا، عبر 672 صاروخا منها باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما 260 صاروخا اعترضتها القبة الحديدية. وذكرت أنه تم مهاجمة 215 هدفا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية، واستشهد 14 فلسطينيا مدنيا. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.